النهاردة عملنا الأم علي بطريقة جديدة ومكون جديد، يا رب إن شاء الله كده يعجبكم. شايفين جماله وريحته طلعة فظيعة فظيعة جميلة، إن شاء الله يعجبكم. وأديره سهلة وبسيطة ومش مكلف، ويلا بينا نشوف احنا عملنا أم علي التحفة دي إزاي. يلا أهلا بكم حبايبي ومتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل أم علي بس بطريقة مختلفة. أنا النهاردة جبت لكم سر من أسرار محلات الكبيرة، اللي هو إن احنا هنعمل إن شاء الله أم علي مش بملفيه، هنعمله بباتيه. أنا جبت الباتيه، رحت الفرن الفرنجي وجبت منه الباتيه البايت عشان ما يكلفنيش، وشلت منه الجبنة وهوته كده لغاية لما نشف معايا بالطريقة دي. قبل ما نبتدي نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هنعمل إن شاء الله، هكسر الباتيه بتاعي كده، طبعا مش هكسره كبير أهو، أنا كده. ده سر من أسرار المحلات الكبيرة، مش لازم نعمله بالفيه الباتيه. وطبعا لما بتجيبيه من الفرن الفرنج البايت بيكون اقل في سعره من الطازه عشان ما تتكلفيش كتير. انا هخلص تكسير وهنشوف بعد كده هنعمل ايه ان شاء الله. تاني حاجه، انا جبت اللبن من بالليل وغليته، لازم يكون اللبن بارد مش سخن يا جماعه، اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بيكون حته مضمونه ويكون حلو جدا ان شاء الله. طبعا هحط السكر فيه اللي انت عايزاه، التحليه اللي انت حباها في اللبن تعمليها. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا كده كفايه سكر وهقلبه. تاني سر من الاسرار بتاع ام علي الناجح، لازم تقلب اللبن بالسكر مش اقل من 10 دقايق، مش اقل من 10 دقايق. فانا هقلبه حوالي 10 دقايق، احنا كده خلصنا تقليب السكر كويس جدا. وهنحط في الزبده، لو ما عندكيش الطاجن ده مش مشكله، فاي حاجه متاحه عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين المقدار بتاعنا يبقى زي كده يا جماعة، شايفين عامل ازاي. وهنبتدي نصب اللبن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل باللبن بتاعنا. طبعا دوبنا فيه سكر وقشطة، القشطة بتاعته. طبعا هيكون الفرن بتاعنا متسخن على نار متوسطة، مش نار عالية يا جماعة. ولو انت عندك الشواية يبقى الفرن مع الشواية عشان يعمل وش زي اللهم صل على النبي، زي الرز المعمر كده، يبقى له وش كده جميل اهو. شايفين هحط القدر ده، وبعد كده بتطفي الشواية وبتشغلي الفرن. بياخد حوالي 10 دقايق في الفرن مش اكتر، لان طبعا كله مستوي. حابة بعد كده تحطي على وشه قشطة تاني، حطي براحتك، حاجة ترجع لك انتي. انا
انا كده خلاص حطيت كمية اللبن بتاعتي كده يا جماعة، هسيبه حوالي دقيقتين لغاية الباتيه بتاعي ما يتشرب باللبن، وبعد ما يتشرب باللبن يا دوبك بس هضغط عليه ضغطة بسيطة كده كده، هنشوفها مع بعض. هسيبه دقيقتين وهنشوف هنعمل فيه ايه تاني وارجع لكم ان شاء الله. قبل ما نكمل الفيديو لازم تكونوا مشتركين معانا في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكونوا مستمرين معانا كده في كومنتاتكم الجميلة. يلا بينا عشان نكمل الفيديو. كده فات دقيقتين، هحاول كده اضغط ضغطة بسيطة مش جامد عشان لو محتاج لبن احط له لبن. هو كده شكله محتاج شوية لبن، لازم تضغطي عليه كده. بعد مرور دقيقتين تكون الباتيه اتشرب من اللبن والسكر، ونشوف محتاج لبن ولا لا. هنا كده محتاج شوية لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا لايكات كتير واشتركوا في القناة عشان ما تعرفش ليه. كده تمام اهو يا جماعة، مش محتاج ده، محتاج شوية صغيرين كده. طبعا احنا كده مولعين الفرن بتاعنا على نار اقل من المتوسطة، نار اقل من المتوسطة. اللي عايز يحط فانيليا يحط، اللي مش حابب واللي حابب يحط قشطة على الوش يحط برضو، واللي مش حابب راحته. انا عامله الفرن بتاعي على نار اقل من المتوسطه كده. بقى خلاص هدخله الفرن وهولع انا بوتاجازي الفرن مع الشواف، هنعمله مع بعض. لو انت فرنك ما فيهوش الاثنين بيطلعوا مع بعض، ولعي الشواف الاول ياخد الوش، وبعد كده تحطيه في الرف الوسطاني على نار اقل من المتوسطه 10 دقايق بس يا جماعه ان شاء الله، وهنشوف مع بعض عامل ايه. وادي يا جماعه المعالي بتاعتنا، شايفين عامله ازاي؟ جميله جميله، حلوه قوي قوي بصراحه. بس هي طبعا لسه سخنه، في ناس بتحب تاكلها سخنه، في ناس بتحب تاكلها ساعة، في ناس بتحب تحط عليها قشطه وزبيب وجوز هند، في ناس بتحبها بالمكسرات زي ما انت حابه تاكليها تاكليها، لكن انا بحب اكلها ساده. يا رب كده ان شاء الله تكون طريقتي عجبتكم، وعملناها بمكون اول مره حد يعمله ان شاء الله، ومش مكلف زي ما انا قلت في اول الفيديو ان ممكن تجيبيه من الفرن الافرنجي وتعمليه زي ما انا قلت بالظبط. وان شاء الله يا رب ينول اعجابكم وباذن الله. واقول لكم ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس عشان اللايك بيرفع الفيديو، واعملوا شير للفيديو علشان كل اصحابكم حبايبكم يشوفوا الفيديو. ويا رب ان شاء الله كده اكون قدمت لكم حاجه بسيطه، واشوفكم في فيديو ثاني باذن الله، والسلام عليكم.